بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويسن تكبير السجود لما روينا. لما روينا يعني مر معنا في درس سابق حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فهنا كذا قال: يسن تكبير السجود لهذا الحديث، ويسن تكبير الرفع منه للمروي كذلك، يعني للحديث الذي ذكرناه الآن يسن كذلك التكبير إذا رفعت من السجود، ويسن تكبير الرفع منه يعني من السجود، ويسن كون السجود أي جعل السجود بين كفيه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه، رواه مسلم. وفي البخاري: لما سجد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وضع كفيه حذو منكبيه، يعني هذا المنكب وهذا الكف يكون هنا، هذا هكذا ليس فوق وليس تحت، هكذا لو أخذ خط من الكف إلى المنكب يعني يكون إيش قريبين من بعض. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال بعض المحققين، ويقصد بذلك طبعا الكمال ابن الهمام، وقال بعض المحققين بالجمع، وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة، بالآخر عفوا، أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة، وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن. يعني الحديث الأول كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه، الثاني لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه. وضع كفيه حذا، قالوا الجمع بينهما كما ذكرته لكم أحبابنا، أنا عندما أضع الكف بدايته مع الكتف يكون الوجه بين الكفين، يكون الوجه بين الكفين، إيه نعم. هذا عند الحنفية إذا أردنا أن نجمع بين الحديثين. الشافعية قالوا لا، ليس هذا المراد، ليس المراد أن يضع بداية الكف هنا عند بداية الكتف، ليس هكذا المراد، ولكن هذا المراد عندنا نحن. قالوا لا، المراد أن يضع هكذا، أنا عندما أسجد يكون رؤوس أصابعي عند كتفي، واضح أحبابنا، السجود هكذا، السجود هكذا. أما عندنا لا، إذا أردنا أن نجمع بين الحديثين نجد كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه. الآن نلاحظ أن الكف هنا بدايته عند المنكبين، فنكون بذلك قد جمعنا بين الحديثين بعمل واحد. الكمال بن همام قال: لا بأس أن نفعل بما قاله الشافعي مرة هكذا، يكون أثناء السجود رؤوس الأصابع تحاذي المناكب، ومرة يكون السجود بين الكفين. قال: ويسن تسبيحه أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لما روينا، ويسن مجافاة الرجل أي مباعدته بطنه عن فخذيه، ومجافاة مرفقيه عن جنبيه،
ومجافاة ذراعيه عن الأرض في غير زحمة. أما مع وجود الزحمة الازدحام يقوم المصلي يعني بضم أعضائه بعضها إلى بعض حذرا عن الإيذاء المحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. بهيمة تصغير بهمة، والبهمة هي ولد الشاة، ولد الشاة. هنا أول ما تضع الشاة الولد تسمى سخلة، فإذا كبرت تسمى بهيمة. فهنا قال حتى ولو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. وكان صلى الله عليه وسلم يجنح حتى يرى وضح إبطيه. ماذا يعني وضح؟ يعني بياضهما، قال أي بياضهما. وقال عليه الصلاة والسلام لا تبسط بسط السبع والدعم هكذا اضغط يعني على راحتيك، اعتمد والدعم على راحتيك، وأبدي ضبعيك، أظهر الضبعين، ضبعيك مثنى الضبع العضد يعني، وأبدي ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ويسن انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها، لأنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. ليه؟ لأنها كما قال الشيخ عورة مستورة. وتسن القومة يعني إتمامها، تسن القومة يعني إتمامها، لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود، فإتمامه يكون سنة. وضع المرفقين على الأرض فيه كراهة، لأنه خالف في ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خالف السنة القولية والفعلية. قال وأبدي ضبعيك، وفعل العكس، هذا فيه كراهة. هلا بالنسبة ما قال لك، قال فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، ولكن المرأة ينبغي أن يكون معها شيء من الرفع، ترفع قليلا يعني، ترفع لا تضم، تضع يدها كلها على الأرض يعني. المرأة لا تجنح، تضم وترفع يدك مرفقيها قليلا عن الأرض، ولا تقوم بالتجنيح كما يفعل الرجال. واضح؟ قال وتسن القومة يعني إتمامها. لماذا يسن إتمام القومة؟ قال لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود، هذا هو الصحيح الذي صححه المرغناني في الهداية، ورجحه كثير من أئمتنا. وإن كان غير المرغناني صحح أنه يكفي في الرفع من السجود أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع. إذا بالنسبة للرفع من السجود الذي صححه الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى، ورجحه صاحب النهر الفائق، أن الرفع من السجود إلى قرب القعود فرض، والذي صححه في المحيط أن الرفع
أن أدنى أن الواجب يعني أن الواجب أو الفرض هو أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع، أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع، فلو رفع قليلا يكون قد أتى بالفرض ولكن مع الكراهة، ولكن مع الكراهة. إذا صار في عندنا الآن في المسألة قولان، في المسألة قولان. على كل أحبابنا يعني هذه المسألة فيها رخصة، فيها حتى بعض العلماء بعض علمائنا قال الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الانتقال فرض، الانتقال من السجود إلى السجود فرض، والرفع سنة. ويعني إيش الرفع؟ يعني إتمام، يعني إتمام الرفع. هذا القول ذكره الشيخ الحلبي في شرحه لمجمع الأنهر، شرح منطقة الأبهر، لما شرحه قال هذا الكلام. إذا المسألة فيها، المسألة عندنا فيها سعة. قال وتسن القومة العوام لما يرفعون السجود نصف رفع لذلك قلنا نحن الآن بالنسبة للعوام إذا فعلوا هذا الفعل نحن نعلمهم الأكمل، نقول له هذا لا ينبغي لك، أنت الآن ينبغي لك أن تفعلك، ولكن لا نقول له صلاتك باطلة، لأنه قد يكون يصلي 20 سنة يصلي هذه الصلاة، ولكن فعل شيئا مكروها، يعني خلاف الأفضل مكروها. هلا إذا مولانا إذا قلنا الرفع إلى قرب السجود فرض، إلى قرب القعود فرض، الرفع إلى قرب القعود فرض، وهو لم يفعل ذلك فصلاته باطلة، صلاته باطلة. أما إذا قلنا لا الصحيح، وذهبنا مذهب صاحب المحيط الشيخ البرهاني وقلنا بأن الفرض هو أدنى ما يطلق عليه الرفع، وكما قال الشيخ في شرح منطقة الأبحر قال بأن الرفع أن الانتقال من السجود إلى السجود فرض ولكن الرفع سنة، فيكون هذا يعني ارتكب كراهة وصلاته صحيحة يعني ولا حرج عليه، ولكن ينبغي كما قلنا أن نعلمهم، يعني أن نعلمهم، نقول له أنت الآن في صلاتك خلل، فإذا سألك عن الصلوات الماضية قل له الماضي ذهب مع الماضي والآن أصلح الصلاة الحالية، ولا نقول له بأن صلاتك باطلة، لا يصح أن نقول هذا الكلام، وإن كان عند الشافعية الصلاة باطلة، لأنه عند الشافعية الإطمئنان في الأركان ركن. قال وتسن الجلسة بين السجدتين، تسن الجلسة المراد هنا بالجلسة يعني الطمأنينة، المراد الطمأنينة في القومة، وذكرنا في درس سابق لعلنا أن الطمأنينة في الأركان هي فرض عند أبي يوسف، الطمأنينة في الأركان فرض عند أبي يوسف، وذكرنا في الدرس السابق أظن أن هذا الذي رجحه الكمال ابن الهمام ومشى عليه كثيرون، بأنه رجح أن الاطمئنان في الأركان واجب، أن الاطمئنان في الأركان واجب. فمقدار الجلوس عندنا الآن بين السجدتين حتى يكون فيه اطمئنان هو بمقدار تسبيحة، وعندنا بين السجدتين لا يوجد ذكر مسنون، عند الحنفية لا يوجد ذكر مسنون. وتسن الجلسة بين السجدتين، قال ويسن وضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين، فيكون كحالة التشهد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يأخذ الركبة ولا يأخذ
الركبة، يعني يكون تكون أطراف أصابعه إلى الركبة، هكذا إلى الركبة، ولا يأخذ الركبة. وإن كان الإمام الطحاوي رحمه الله رجح بأن السنة أخذ الركبة، ولكن الصحيح لا، الصحيح أن توضع اليد على الفخذ وأن تكون الأصابع عند الركبة، هذه هي السنة على الصحيح. قال: ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى. ونصب اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. توجيه أصابع الرجل اليمنى، يعني يجعل باطن أصابع رجله اليمنى هكذا، يفعل أصابع رجله اليمنى هكذا ويجلس على اليسرى بهذه الطريقة. هذه الآن يفترش على رجله اليسرى ويوجه أصابعه أصابع اليمنى إلى جهة القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويسن تورك المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها. قال: وتسن الإشارة في الصحيح، تسن الإشارة في الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا، يعني ثناها بشكل ليس هكذا، أحناها قليلا. ومن قال إنه لا يشير أصلا لما يقول لا إله إلا الله، بعض فقهائنا قال لا يشير أصلا بأصبعه بل يبقي أصابعه هكذا ممدودة على فخذيه، قال فهو خلاف الرواية والدراية. خلاف الرواية يعني هو خلاف الأحاديث الدالة على مشروعية رفع المسبحة لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وخلاف الدراية أيضا خلاف الدراية. إيش يعني الدراية؟ الدراية هو فهم الحديث وفهم الواقع. أنا عندما أقول لا النفي ماذا يوافقه؟ الرفع، فأقول لا أرفع الأصبع، لا إله أرفع الأصبع، إلا الله أنزلها، إلا الله أنزلها. فكما أن القول فيه نفي وفيه إثبات، كذلك الفعل فيه نفي وفيه إثبات. أقول لك هكذا نفي هكذا إثبات، فأنا أشير عند النفي بالرفع الأصبع وعند الإثبات بإنزالها ووضعها. هذا هو الصحيح المعتمد عندنا. قال: وتسن الإشارة في الصحيح بالمسبحة أي السبابة. طبعا سميت هذه الأصبع بالسبابة لأن العرب كانوا في الماضي إذا أراد أحدهم أن يسب إنسان يشير له بالسبابة، أنت كذا أنت كذا، ويبدأ إيش ينعته بالصفات القبيحة بالسبابة، لذلك سميت هذه إيش سبابة. إذا سبه حركها وأشار إليه. سميت بالمسبحة لأن الواحد من إذا أن يسبح يعني يستعين بالسبابة والإبهام غالبا، فسميت مسبحة. الله، أي السبابة من اليمنى فقط يشير. نعم. هل خيل إلي أريد أن أتأكد هل حضرتك سيدي فقلت هذا إثبات وخفضت وقلت هذا نفي. النفي إذا بالرفع نفي وبالوضع إثبات. رفع اليد أو رفع الرأس أو رفع اليد؟ لا لا لا، أثناء الصلاة. لا في غير، حتى لو في هلا في غير، أنا بالرفع الرأس هكذا نفي. يقول تقول لي مثلا هل فعلت؟ أقول لك لا. هل فعلت؟ أقول لك نعم. هذا نعم. فالآن لما أقول لا إله أرفع نفي، إلا الله إثبات، أرخي الأصبع. جميل، جزاكم الله خير وإياكم. قال: فقال له رسول الله
قال بالمسبحة أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها عند انتهائه إلى الشهادة في التشهد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن رجلا كان يدعو بأصبعيه، كان يدعو بأصبعيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحد أحد، يعني كان يدعو بكلتا مسبحتيه، بكلتا مسبحتيه، فقال له إيش أحد أحد يعني واحد، يعني أقم أصبعا واحدة وهي اليمنى. قال يرفعها أي المسبحة عند النفي، أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله، يرفعها ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله، ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات، ويسن الإسرار بقراءة التشهد. وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه، لا يعقد شيئا من أصابع، إيش يعني لا يعقد؟ يعقد يعني يعقد، أراد أن الشيخ قال، وهذا فيه خلاف عندنا، قال ليش؟ وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه. الآن هذا الفخذ، وأنا وضعت يدي هكذا على فخذ الآن، وصلت إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، يقول الشيخ ولا يعقد أصابعه، يعني يرفع السبابة فقط ولا يفعل هكذا، ولا يفعل، لأن في عندنا ثلاث أقوال، قول بأنه لا يرفع شيء، لا سبابة ولا غيره، قول الثاني يرفع السبابة فقط ولا يعقد أصابعه، والقول الثالث وهذا هو المعتمد أنه يعقد أصابعه، وكيفية العقد قالوا أن يحلق بين الوسطى والإبهام بهذا الشكل، بين الوسطى والإبهام بهذا الشكل. إذا في عندنا عدة روايات، وهذه الرواية الأخيرة هي المعتمدة. قال وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه، وقيل إلا عند الإشارة، إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عنهما، يعني فيما يروى عن الصاحبين بأنه إيش يعقد الأصابع كما قلنا، يعقد الأصابع ويرفع السبابة كما قلنا أحبابنا. الصحيح الراجح الذي هو قول أكثر فقهائنا أنه السنة أن يعقد الأصابع. طبعا متى يعقد الأصابع؟ يعقد الأصابع لما يريد النفي، لما يرفع، لما يقول لا إله يعقد ويرفع السبابة. قال وتسن قراءة الفاتحة فيما، نعم تفضل. فلا يضع الإثبات، لو لم يضع عند الإثبات مثلا يكره؟ لا، يعني لا نقول يكره، لا يكره، ولكن هذا خلاف الدراية، وخلاف هذا خلاف ما قلنا في عندنا رواية والدراية. الدراية أن يرفع عند النفي ويضع عند الإثبات، ولكن هذا يعني خلاف الأولى، ولكن لا يكره. وهل نترك هكذا عند إلى انتهاء الصلاة؟ يا شيخنا والآن تكلمنا، انتبه علي، أنت عندما الآن تكون في بداية قراءة التشهد، يعني نقف عند مسائل لا ينبغي أن نقف عندها، واضحة جدا. أنا عند الآن هذا الآن الفخذ، هذه يدي، تمام؟ وصلنا إلى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا أفعل؟ هكذا يدي أضم هكذا بهذه الطريقة وأرفع السبابة، أشهد أن لا، الضم ووضع الرأس الإبهام على رأس الوسطى هكذا مع الرفع كله بوقت واحد مع النفي، نقول لا إله إلا الله، ننزل السبابة ونعيد اليد مبسوطة هكذا على الفخذ. واضح؟ بارك الله فيك.
قال وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين. نعم في سؤال؟ نعم تفضل. نعم تفضل تفضل اسأل 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 لو مشي يعني شرط بالسبب في قوله أشهد أن لا إله إلا الله عند الإثبات وتذكر بعضه يعني لا يرفع لا 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 يرفع لا إذا تذكر رفع السبابة بعد أن قال لا إله إلا الله لا يرفعها انتهى فات وقتها. الله يرضى عليك. قال وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين في الصحيح يعني في الركعة الثالثة والرابعة أو في الركعة الثالثة فقط يسن قراءة الفاتحة وهذا هو ظاهر الرواية هذا هو ظاهر يعني إنسان عندنا نحن الصحيح ظاهر رواية معتمد أنا الآن صليت الظهر قرأت في الركعة الأولى الفاتحة والسورة في الركعة الثانية الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة الله أكبر وقفت قليلا ما قرأت شيئا صح صلاتي صح صلاتي على المعتمد ولكن هذا لا ينبغي أن نفعله لا ينبغي أن نفعله ليه؟ ليه؟ عندنا رواية ثانية عن سيد أبي حنيفة رحمه الله وهي أن القراءة الفاتحة قراءة وهي رواية الحسن رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة هي واجبة واجبة وصحح هذه الرواية الشيخ العيني في البداية وكذلك صححها الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير من حيث الدليل لذلك مشى فيما أذكر صاحب منية المصلي صاحب المنية مشى على القول على رواية الحسن عن أبي حنيفة وعلى القول بأن قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة واجبة لأنه صاحب المنية أقصد أوجب سجود السهو بترك قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة وأنا مرة يعني سألت سيدي الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال لي العاقل لا يفعل يعني العاقل بما معناه يعني أنه لا يترك القراءة ثم تابع فقال العاقل لا يأتي بعبادة صحيحة عند قوم باطلة عند آخرين فيشير بهذا الكلام رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون محتاطا في عبادته لا يقول هذا سنة أتركه وهذا لا حرج في تركه لا إياك أن تفعل ذلك إياك أن تفعل ذلك أنت كطالب علم ينبغي أن تأتي بعبادة صحيحة باتفاق الفقهاء وإلا ليش أنت طالب علم؟ لماذا أنت طالب علم؟ لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم حتى تنسلخ عن العمل والعياذ بالله؟ هذا العلم كما قلنا أكثر من مرة أحبابنا ليس للتصدير العلم أولا وآخرا يكون للعمل به فالذي لا يعمل بعلمه هذا والعياذ بالله على خطر شديد نسأل الله لنا ولكم العافية فإذا أستغفر الله وأتوب إليه دقيقة انقطعت سلسلة الكلام الذي كنت أريد أن أقوله كان في ذهني كلام انقطع لا أعرف لماذا انقطع لذلك استغفرت الله وتبت إليه طيب اسأل يا شيخ لعل بسؤالك يرجع ما أريد أن كنت أن أقوله نعم لو ضم الفاتحة صورة عليه سجود سهو لا سجود سهو عليه لا سجود لا يسجد السهو ضحك قارجان لا يسجد السهو لا يسجد نعم أليس فيه تخيل الفضوة والركوع مثلا لا 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 يا أخي أنت لا ليس فيه شيء ليس فيه شيء أنت يسن لك أن تقرأ القرآن في الركعة الثالثة والرابعة والسنة أن تقرأ الفاتحة السنة أن تقرأ الفاتحة إذن لا إذن أحبابنا إذن
إذن عندنا إذن شيخنا قال رحمه الله وتسن قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. هذا إيش ظاهر الرواية، هذه ظاهر الرواية، عدل عن ظاهر الرواية. ما يأتي الآن صغير من الصغار ويقول لي أنا سأعمل بظاهر الرواية ولن ألتفت إلى قول الكمال بن همام، عنك ما التفتت إلى قول كمال بن همام، يعني هذا كلام صغار العقول. لذلك أنا ذكرت لكم قول ما قاله شيخنا الشيخ أديب رحمه الله تعالى، نعته بالعاقل. العاقل ما يترك العاقل هذا الأمر. نعم. فالمهم أحبابنا، رواية الله، الرواية الثانية عن سيد أبي حنيفة بأن القراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة واجبة هي رواية الحسن، وقلنا رجحها الكمال ابن الهمام ورجحها العيني كذلك. ليه رجحوها؟ من حيث الدليل، رجحوها من حيث الدليل. ما هو الدليل أحبابنا؟ ما هو الدليل؟ الدليل المواظبة من غير ترك. وهنا أريد أن أذكر أمرا لعله فاتني أن أذكره سابقا، المواظبة، أو لعلي ذكرته، المواظبة أحبابنا، المواظبة هي دليل تدل على الوجوب، المواظبة تدل على الوجوب، ولكن ليس بإطلاقها تدل على الوجوب. وهذا يعني أنا أطلب منكم الآن أن تنتبهوا لهذا الكلام وأن تحفظوه وأن تدونوه عندكم، لأنكم تحتاجون إليه كثيرا ما نسأل عنه ويغيب عن أذهان الطلاب. المواظبة تدل على الوجوب ولكن ليس بإطلاقها. كيف يعني ليس بإطلاقها؟ أولا المواظبة تدل على الوجوب، قالوا بعضهم قال تدل على الوجوب إذا كانت مقرونة بوعيدا على الترك، إذا كانت مقرونة بوعيد على الترك. وقال بعضهم المواظبة تدل على الوجوب بشرط أن تخلو عن معارض. المواظبة تدل على الوجوب بشرط أن تخلو عن معارض. سأذكر لك الآن مثالين لكل واحد، فلذلك أحتاج منك إلى مزيد تركيز معي كي تستطيع أن تكتب تلخص ما أذكره لك. أول شيء، المواظبة تدل على الوجوب بشرط أن تقترن بوعيد، بشرط أن تقترن بوعيد. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة الجماعة قط، ما تركها قط، فواظب على صلاة الجماعة، واقترن ترك صلاة الجماعة بوعيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر برجل يقيم الصلاة ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم، يتخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. واضح الكلام؟ فهذا اقترنت بوعيد، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة واجبة. طبعا واجبة ليست في المسجد، في المسجد صلاة الجماعة واجبة، والسنة أن تكون في المسجد واجبة، ولو في بيتك مع زوجتك ومع أولادك واجبة صلاة الجماعة. لماذا كانت واجبة؟ ما هو الدليل الوجوب؟ المواظبة الذي اقترنت بوعيدا على الترك. طيب الآن في عندنا مواظبة لم تقترن بوعيد على الترك، مثل ماذا أحبابنا؟ مثل الاعتكاف العشر الأواخر في رمضان. الاعتكاف العشر الأواخر أحبابنا، نستغفر الله ونتوب إليه، يكون الأشياء في ذهنك بكلمح بالبصر، الباري عز وجل يستب عنك كل شيء ويرجع لك كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ما تعلمناه. انتبه يا أخي انتبه. فالمواظبة واظب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر في رمضان،
فهل الاعتكاف في العام وما تركه وفي العام الذي تركه قضاه في شوال، فهل هذا يعني أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان واجب؟ قال لا. ما هو دليل عدم الوجوب؟ دليل عدم الوجوب أنه لم يرد وعيد لمن تركه، لأن الصحابة كثير من الصحابة الكرام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعتكفون العشر الأواخر في رمضان، ومع ذلك لم يعني يهددهم أو ولم يعني يرهبهم من عدم هذا الفعل، فدل على أن المواظبة هنا لا تفيد الوجوب. كذلك عندنا المواظبة التي خلت عن معارض، المواظبة التي لم تخلو عن معارض، المواظبة التي لم تخلو عن معارض لا تفيد الوجوب. مثل ماذا؟ أعطيك مثال. المواظبة التي لم تخلو عن معارض، إذا خلت عن معارض تفيد الوجوب. المواظبة التي لم تخلو عن معارض مثل ماذا؟ المواظبة التي لم تخلو عن معارض مثل ماذا؟ مثل قال فقهاؤنا الاستنجاء، وهذا مر معنا، الاستنجاء سنة مؤكدة بدليل، لاحظ الكلام، بدليل، هكذا قال الشيخ المرغناني رحمه الله، بدليل المواظبة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على الاستنجاء. فينبغي أن تكون هنا الاستنجاء ماذا؟ ينبغي أن يكون واجبا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذا الفعل، قال لا انتبه، هذه المواظبة معارضة، لم تخلو عن معارض، هناك حديث عارضها، فلما عارض المواظبة هذه حديث قلنا هذه المواظبة لا تفيد الوجوب، وإنما تفيد السنية المؤكدة. ما هو المعارض هنا؟ الحديث المعارض هنا هو قول المعصوم عليه الصلاة والسلام من استجمر، لاحظ، من استجمر يعني نظف مكان النجو، من استجمر فليوتر، ومن لا فلا حرج، يعني من لم يستنجي فلا حرج عليه. فلما رفع الحرج عن ترك الاستنجاء دل على أن الاستنجاء تركه ليس بواجب وأن فعله سنة. فالمواظبة هنا ماذا حصل فيها؟ عارضها معارض، فلما عارضها علمنا بأن هذه المواظبة تفيد السنية ولا تفيد الوجوب. هذا الكلام الذي ذكرته لكم أحبابنا ضروري جدا أن تدون ملخصه عندك وأن تحفظه. فالمواظبة إذن لا تكون، المواظبة لا تدل على الوجوب مطلقا. في سؤال حول ما ذكرته لكم أحبابنا؟ واضح إن شاء الله هذا الذي ذكرته لكم. ممكن سؤال للشرط الثاني؟ تفضل. أن تخدم معارضا؟ كيف؟ تفضل. مثاله مثلا ذكرت لك المثال، قلت ان الاستنجاء وليس هذا من هذا معارض يا أخي. قلنا الاستنجاء سنة مؤكدة، ما هو دليل أن الاستنجاء سنة مؤكدة؟ مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل. طيب تقول أنت لي يا أستاذ المواظبة تدل على الوجوب، أقول لك تدل على الوجوب إذا خلت من معارض، فتقول لي أنت أين المعارض هنا؟ أقول لك حديث من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج. فهمت؟ ما شاء الله. مولانا ممكن هنا سؤال؟ مولانا تفضل. مولانا نفي الحرج في الحديث أليس للوتر يعني؟ حملوه على الوجهين. نعم. استدلوا به على الوجهين. نعم شكرا مولانا. استدلوا به على الوجهين. طيب. الله. قال هذا الكلام. قال وروي عنه التخيير، عنه يعني عن سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت.
طبعا أقل التسبيح ثلاث تسبيحات أو يسكت بمقدارها، يسكت بمقدارها. هنا ثم قال: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجلوس الأخير. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة.